هلا والله، حياكم الله من جديد، يا اهلا بالعوال، حياكم الله. قلت كثير حياكم الله. طيب الفقره هذه بنتكلم فيها على اليوتيوب، معنا اثنين يوتيوبرز. عندي اول شيء عبد الوهاب الغامدي يوتيوبر، وايضا محمد ترز. يا هلا والله يوتيوبر. كيف حالك محمد؟ بخير بك انت، شو اخبارك؟ تمام الحمد لله. طيب خليني ابدا معك عبد الوهاب. هو انا ضامي في البرنامج اعاند، اللي يقول لي اخو قال لي ابدا مع حميد، حلو، فابدا معه. كيف بديت في اليوتيوب؟ والله انا بديت قبل يمكن 4 شهور، يعني من بعد عيد الاضحى. انا قبل ما ابدا باليوتيوب كنت انزل بالكيك وزي كذا، ف شفت انه شيء ضيق، عرفت انه 36 ثانيه ما اقدر اخذ راحتي واني اتكلم بفيديو. حلو. فاكثر من واحد من اقاربي واخويا وزي كذا قال لي افتح لك قناه باليوتيوب. قلت اوكي. فتحت اول شيء ايش اسمه مقطع اسك، اجاوب على الناس. شفت انه في يعني تفاعل، عرفت مشاهدات، والوقت متسع من الوقت اقدر اخذ راحتي وانا اتكلم. حلو. مش الشيء هذا الحمد لله. حلو. كيف بديت؟ والله بدايتي كانت بدايه ان واحد يحط كذا كاميرا قدام السياره ويقعد يسولف كذا ويخربط على الناس، بس شوي كذا. انا كنت اتابع اليوتيوبر الاجانب او شيء باليوتيوب كذا، فجيت قلت اوكي شيء قاعد يسوونه هم ما عندنا بالسعوديه زينا زيه. ما في واحد يطلع به مكان شخصي له ويتكلم. فكانت بدايتي من هنا تقريبا 4 شهور، لكن الحمد لله نجاح، الحمد لله شيء كويس، لان اصلا اول يعني الناس اول مره تشوف الشيء هذا اللي انا يسويه. حلو. انت عندك تقريبا فوق 2 مليون مشاهده. الحمد لله رب العالمين. يمكن توصل حوالي 3 مليون. الحمد حلو. الحمد لله. كيف وصلت العدد هذا المشاهدات؟ هل هو محتوى الفيديو نفسه؟ وش الفكره؟ كيف الحين لو واحد قاعد يتابعنا ويبغى يصير زيك عنده مشاهدات كثير، كيف؟ ميب على المحتوى، هي على وشو؟ شيء جديد، شيء الناس اول مره يشوفون زي كذا، فهمت؟ بحيث انه شيء جديد. حلو. الشيء الجديد على المجتمع، اول مره اشوف زي كذا. الحين الناس متعوده على البرامج اليوتيوبيه، البرامج كذا، الفريق اعداد، فريق كاتبين ومصورين، لكن انا لا، شخص انا وحيد، انتاج اخراج، اجيب انا اجيب الفكره، اتكلم، اثبت الكاميرا، اقعد مكاني مع نفسي، مع وقت التصوير اسير لحالي عشان اخذ راحتي مره، فهمت؟ نصراوي انت. حلو حلو حلو. يعني الشيء هذا الناس تعجب الشيء انه البسيط، كان بسيط والحمد لله، يعني شفت النجاح كويس صراحه، بحيث انه عندك اشياء كثيره كويسه. اوكي عبد الوهاب، سالفه بحيث انت كاتب لي قبل حلقه. طبعا انا قلت لك، انا هو دائما اذا جيت تسولف معه او انت لاحظ اي مقطع، المقطع يبدا يخلص ما تسمع عندك كلمه بحيث انه عرفت كيف؟ فمسكناه على عرفت انه انا قلت له ركز ركز انا شوف بيقولها. وش سالفه التحديات يا اخي؟ ما في احد يبدا يقاتل باليوتيوب، يعني يوتيوبر الا وعنده 10,000 مقطع كلها تحديات. صح. ليه؟ لا انا نزلت مقطعين تحديات، لان شو اسمه، شوف انت اذا جيت بتسوي فيديو عرفت بيوقف مخك، ما تدري ايش تسوي، عرفت؟ حلو. يعني خلاص انت مثلا سويت مثلا فيديو وجبت لك فكره، فكرت فيديو فيديوين ثلاثه، خلاص مخك بيعلق. يكون عندك خيارين، يا يعني انك تسوي تحديات او انك تجاوب على اسئله الاسك، يسمونها اسئله اسك. ناس تحط لك هاشتاج بتويتر، الناس يسالونك فيه وانت تجاوب عليهم. لا طب ما تشوف انه تدخل على موقع اسك اف ام افضل، لانه الناس تقدر تسالك بحريه اكثر، اما في تويتر لا راح يسالونك اسئله محترمه وكذا. لا بالاسك وش، اذا جيك واحد بيحط لك مجهول، سب مجهول ما تعرفه، بيبدا يسبك. فاذا قلت اسالوني بالاسك بيدخلون بعض الناس يسبون، راح يمدحون. فانا اذا جيت بسوي فيديو صح، ابي مثلا اذا قدرت احط حساب الشخص او يعني اذكر اسمه بالفيديو احسن، عشان كذا عرفت نسعد الشخص على قولتهم. كل ما جاني سؤال يقول قل اسمي عشان تسعدني. هذا اللي اشوفه انا، بس يعني احسن اكثر من بولات اللي يقول لك كذا صح؟ قرب مو شيء يعني عادي معجبين. طيب وش رايك باللي مقاطعه يقلد الاجانب كل شيء؟ حلو. يعني في ناس طلعوا، ما ودي اتكلم انا بشكل كبير ووضوح اسمائهم، بس في ناس طلعوا بالاونه الاخيره وهاشتقوهم الناس وتكلموا عليهم وكذا، سووا حركات نقدر نقول عنها لا اخلاقيه. جميل. وش رايك في الفكره؟ بدايه الشيء اللي سووه ما يمثلنا انا كشخص، ما يمثلوني الاشخاص دول. طب هم يوتيوبر زيك. هو المشكله انه يوتيوبر مسوي معي مقطع. اوكي. فالشيء اللي سووهم انا ما يمثلوني بالشيء، انا شخص، انا عندي شخصيتي، عندي قناه خاصه لي. مو بشرط انه والله شيء واحد سوى او اثنين من الاشخاص سووا الشيء هذا انه اثر علي او اني خربت سمعتي.
صحني ممكن بدايتي كانت مع هذا مع شخص ف يعني خلاص هو سوى شيء انا ما علم منه انا بستمر انا ما يدخل فيه فهم؟ صح جاني تاثر بعض الردود السلبيه على اللي سووه بس استمريت حلو جاني جمهور جديد افضل منه جاكم سب كثير عبد الوهاب بس انا ما اتكلم عليك انت كتبت انه هذول ما يمثلون انه مدري ايش ذيك الفتره وش صار ابد انا ما صار لي انا شخص هذا ما صار بيني وبين اي شيء يعني مجرد مره يعني وش اقول لك مجرد منشن يعني بتويتر عرفت ما في اي شيء ما في اي شيء خاص بيني وبينه فجاني كلام على انه يوتيوبر بس على انه دعمني على نقطه واحد جاني الناس يكلمون عني انا اخويه وانا منهم عرفت من الفئه هذه يعني. انا قمت اقول اني انا من الفئه هذه بس هذا اللي صار يعني انتم برايكم انه هذول ابد ما يمثلونكم ابدا الشيء سواه ما يمثلنا ابدا حلو مقاطعك على اي اساس كيف تجيك افكار المقاطع انا قلتها سالوني يعني كيف اجيب المقاطع انا قلتها انه وشو اشوف الاجانب ايش يسوون انا كذا الفكره الاجانب ايش يسوون ايش مسوين فهمت فاروح اقتبس نفس الفكره لكن هم عندهم بستايل اللي هو عندهم بلدهم انا اخذها بفكره سعوديه حلو مثلا اشياء تقهر السعوديين اشياء تغبن السعوديين اشياء زي كذا فهم يعني ما اجيبها زي الافكار اللي هم يعني ياثرون على الافكار لا بالعكس انا اجيبها بفكره سعوديه طيب احنا في القنوات الحين اذا جانا اذا سوينا برنامج عربناه حلو جاء برنامج يعني في كثير برامج اجنبيه اساسا عربناها يجون الناس يقولون لا انتم اصلا ما عندكم افكار جديده تقليدي انت ما يدون كذا الناس يقولون انت اصلا ما عندك افكار جديده وكذا لا ليش؟ لاني انا ما في سعودي يسوي زي يسوي اها ايه كذا ما يقول ما يجوا لم يقول انت تقلد ممكن بعض الناس اللي يتابعون الاجانب ممكن يقول لم هو انت تقلد اليوتيوبر ذاك لا هو مثلا في مثلا اجنبي امريكي قاعد يسوي شيء في بيجي واحد مثلا بريطاني بيجي واحد صح هولندي صح بيجي واحد بلده فلانيه بيقلد فما ما وقفت عليه هو يعني هم عندهم في اكثر من واحد نفس الموضوع مثلا اشياء كرهها هم تلقى لو تكتب اشياء كرهها باليوتيوب تلقى 50 واحد مسوي المقطع هذا لكن المحتوى نفسه الكلام نفسه بس فكرة المقطع الاساسي لكن الموضوع في اشياء انت تكرهها غير الاشياء اللي كرهها غير الاشياء اللي انا كرهها صح حلو صح حلو طبعا تقدرون تسالون اسئلتكم تبغون تسالون الشباب على هاشتاج يا هلا اندرسكور الشباب اي سؤال عندكم تقدرون تسالون الشباب او على حسابي في تويتر @@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 
يعني لانه ما يقولون اذكر اسمي فتذكر اسمهم، عرفت؟ يتحمسون معك؟ والله في يعني تفاعل، عرفت كيف؟ انا اخذ هالشيء كنت انا اخذ الاسئله المعقول، عرفت كيف؟ يعني مثلا بيجي واحد يسالني شيء شخصي، يعني صعب اني اذكره قدامهم، عرفت؟ يعني اذكره شخصي بس مو بفين، يعني مثلا في العائله مثلا بيجيك يسال يقول كم عندك اخو؟ ممكن اجاوب صح، بس بيجي يقول شو اسم ابوك؟ ايش اسم ابوك؟ يجي يقول شو اسم خواتك؟ زي كذا، فممكن اني اقولها بس ما بقولها بفيديو، عرفت؟ ممكن اجاوب على السؤال، انزل السؤال. بعدين في نقطه يعني انه بالاسك تجيك السواليف اكثر من الاسئله، صح؟ صح؟ بس بتويتر لو حطيت هاشتاج مثلا بيجيك اسئله، ما راح تلتفت للناس اللي مثلا بيسولف عليك، فهمت؟ لكن بالاسك لو تحط الاسك حقك نص يعني اغلب بيجيك مجهول ما راح تعرف منه وبيسولف عليك، ما راح يقول لك اسئله، او بنصها بيجيك سب يعني، فما راح تلتفت للاسك. خله بتويتر اسئله جميله، اسئله اني ممكن افيدهم فيها، فتويتر احس افضل من الاسك كثير بعد. حلو. في طريقه في تويتر كيف تلقى اكثر رتويت؟ كيف تجيب اكثر رتويت؟ تروح تكتب تغريده هي قصيره اذا هي فاتنه، هي طويله اذا هي فاتنه، ثم تروح تكتب هاشتاج اجمل اسم بنت، رهف شوق، حصه منيره، مدري ايش، كل اسماء البنات. ما تشوف انك تسوي نفس الطريقه، اشياء يكرهونها البنات، اشياء يكرهونها العيال، عشان تلقى على فيوز؟ شوف، اذا انت تبي فيوز لازم انك تسوي شيء زي كذا، لازم انك يعني شلون اقولها؟ عرفتها انت، فهمت؟ لازم توجه لهم الكلام هذا، لازم تجيب الاشياء اللي هم كذا. الحين مثلا الاشياء يكرهون البنات هذه سبيت فيها بنات، بس البنات كويس، شيء سويته كويس، شيء واقعي، فهم؟ شيء عجبهم، 200 ألف مشاهده الحمد لله. طيب دقيقه بس سؤال، يعني انت لما قلت اشياء يكرهون البنات، انت شي دريك؟ شي دريك ان هذا الشيء تكره البنت؟ لا يعني شوف شيء مستمع، عندك خواتك، عندك خالاتك، عماتك، يعني تناقش الاشياء هذه، شوفوا بينها حتى وتحجي. ما قدرت احجب خلاص. اوكي حلو. طيب عبد الوهاب، مقاطعك في ما تشوف انك انت، انا انت عندي في سناب شات، ما تشوف انك في سناب شات عفوي اكثر من اليوتيوب؟ هي طقطق اكثر، كنت في السرير في كل مكان، بس خصوصا فتره الاختبارات واجد استاذ اقول لك هذه المشكله اللي فيني، عرفت؟ اللي انا احاول اني اطورها، عرفت؟ حلو. في كم مقطع نزلتها
بشكل يعني فكاهي، عرفت كيف؟ مره ما اخذ راحتي. بس بسناب شات عندك عدد محدود، عرفت؟ يمكن عندك 200 او 300 واحد عندك مضاف عندك، تيجي تاخذ راحتك تسولف. اما هذا يمكن يشوفه واحد ما يعرفني، عرفت؟ فما اقدر اخذ راحتي وقلت اصير سامج زي كذا. في زي ما يقولون بتصير على طبيعتك في اي مكان. بس انا جيت باليوتيوب بطرح موضوع، بتكلم عن موضوع تنتبه شوي، بكون يعني ملتزم حدودي شوي، عرفت؟ لانه شاتر يمكن يجي لحظات اسب، عرفت؟ لانه كلهم هذول جمهورك. اما هذا يمكن يجي صح صح. يمكن يجي مثلا يعني الحين بسناب شات يضيفونك ناس انت تقبلهم، انت تدري ان هذا الشخص يضيفك يبي يشوف اللي ايش قاعد تسوي، مو بيضيفك عشان يكره اللي قاعد تسويه. لكن باليوتيوب لا، بدونك ناس يسبك، ناس بيغلط عليك، ناس كذا. بعض الناس انا هذا سمعته بعيني، سمعته باذني يعني. بالمدرسه عندي شخص مر من عندي قال لي هذا الشخص انا مسوي له اشتراك عشان يسوي لي ديسلايك. مقاطع حلوه تعجبه بس يقول ابي ديسلايك، كذا بالكومنت يكتب لي يقول مقاطعك كويسه بس ابي ديسلايك، ليش انت ترقى ازي مني؟ وتقعد تبطح في البيت ما سوى شيء. حلو. الهيترز كيف تتعامل معهم؟ اسحب عليهم. حلو. اسحب عليهم بس يعني صح. جتني بدايتي كانت انه انتبه لهم واجد، انه يا اخي ليك هذا يقول الشخص كذا، ليش يكرهني؟ ليش يقول كذا؟ المقطع كويس، ليش يسب؟ لكن بدايه شفت انه ناس متخلفه، ناس يعني ما ادري شلون تفكيره ماشي، تفكيره صحيح محدود، ما تفكيره كذا. لا وفي بعضهم يعني يكرهك عشانك صرت كويس، هو ليش مصير كويس؟ كيف تبي تسوي كويس وانت ما سويت شيء؟ فاهم؟ فاسحب عليهم بس خلاص. اذا عندك لا بس في شخص الحين مثلا بيجي ينتقدك انتقاد، مو بانتقاد، ما سمينا انتقاد، ليش؟ لانه يبيك تصير مثل اللي هو يبيك تصير، عرفت؟ يعني مثلا يقول انا ابيك تصير زي كذا، تمشي على الهواء. فبعض الاحيان يجيك وسواس يقول خلاص ليش انا مو كذا؟ ليش ينتقدني؟ ليش يبيني اصير زي كذا؟ عرفت؟ فهذه ما اعطيهم اي شيء. هي بالنهايه قناتي انا اللي احدد ايش اسوي فيها، انا اللي يعني مو انت اللي تحدد، بالنهايه هي قناتك. عجبتك حط لايك، ما عجبتك حط سبسكرايب. في بعض الناس مثلا يجي لمك يقول لك يجي يعني ينتقد الشيء اللي الموضوع اللي انا اسويه، فهمت؟ ينتقد بعض الاشياء اللي سويتها، هذا اوكي على عيني وراسي انتقدني، ابيني اتحسن من الشيء. لكن بعض الناس كذا وما تدخل انت سامج، انت خايز، يعني التعليقات دي ما ادري ايش تبي، يعني ما في شيء. المقطع كويس بس انه كذا يشوف انك انت لا ما ابي، ليش هذا يطلع اكثر مني؟ يعني الناس تفكيرها محدود. حلو. بيض. حلو. طيب في شيء ثاني شباب، الحين الفيديوهات اللي انتم تنشرونها وكذا، هل تحاولون انكم تكسبون اعلى مشاهدات عشان موضوع في الوقت هذا؟ مثلا مثال جو يتكلمون عن متصدر لا تكلمني، حلو. جميل. جو يتكلمون عن شقرديه، تروحون تسوون فيديو عن شقرديه عشان تاخذون اعلى مشاهدات، ولا انه ما تسوون هذه الطريقه؟ انا سويت الطريقه هذه بمقطعين. اللي هو كانت بايام اختبارات، نزلت مقطع عن اختبارات، عن اشياء الاختبارات، وحقق مشاهدات الحمد لله عاليه. كم مشاهداته؟ 100 و200 وشوي، 190 كذا، شوي 200. حلو. في مقطع ثاني اللي هو بعد ما خلصنا من الاجازه، اللي هو على المقطع المدرسه، الاشياء اللي غثيتها بالمدرسه، اللي كرهها بالمدرسه، فحقق مشاهدات عاليه، لان الناس تو راجع المدرسه ما لها خلق، فتناظر المقطع تحس انك طلعت اللي بقلبهم، فهمت؟ تحس انك سفلت في الناس اللي زي بالمدرسه، الاشياء اللي مو بزينه بالمدرسه. حلوة عبد الوهاب، حاول تسوي نفس الطريقه. هذه اشياء كرام مسه، ترى هو ماخذها مني. هذا المشكله تجي لما تقول كذا. لا هو مو يعني موضوع، مو يعني خاص فيني عشان ما يخسر، عرفت كيف؟ حلو. بدل المحتوى لو تشوف بينه وبينه يختلف واجد. اي لازم لان رتم قناتي غير رتم عن قناتي، عرفت؟ انا قناتي عرفت اللي افتح الكاميرا وابدا اتكلم بشكل عفوي، لا سكتشات ولا شيء. هو ايش يسوي؟ سكتشات اي تمثيل، يسوي مقطع يبين لك الشيء اللي هو قاعد يتكلم عنه بس بتمثيل، عرفت كيف؟ حلو. اشوفك بعض المقاطع تصور بغرفتك ملحقكم حاجه زي كذا، ما اتوقع انه مثلا تصورها اللي هي بالجرين سكرين الخلفيه الخضراء في الاستوديو كذا تكون احسن، ولا تحب تصير عفوي؟ احب اسير عفوي واسير شيء ما حد سواه. الحين لو تسوي مثلا تجيب انت تتكلم، تجيب موضوع تخلي وراك خلفيه مثلا بيضاء او شيء او جرين سكرين، لكن كذا راح تقول يقولون لا انت تقلد برنامج فلاني كذا 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 كذا، فهم؟ فاذا صار الشغل شخصي وراك غرفتك وراك دولاب وراك سرير، يعني يقولون اوكي هذا شخص ما حد سوى زيه. حلو. يصير يعني تفرد بالشيء اللي انت تسويه. حلو. قبل شوي قاعد نتكلم عن عمل كذا بينكم، يصير شو السالفه؟ قول. قول. في عمل، في عمل مع جروب، مو بس انا ومحمد. مين في عمل؟ في معنا ناس اذكر اسمها حقماني، في عبد الرحمن حقماني، في مصور عبد الرحمن الشبل، معاذ العريني، في معاذ العريني، في يزيد النوفل، يزيد النوفل، وعبد العزيز، العزيز والله ما ادري اسمه، عزيز نسميه. حلو. وش فكره اللي بتسوونه؟ شو اللي بتسوونه؟ فيلم، فكره الفيلم، فيلم
فكرة فيلم. فيلم فيلم طبيعي عادي بس إنه عبارة عن أشخاص. أنا لا بس قول قصة إيش دعوة تحرق الفيلم. حرق الفيلم عليه. عطنا اسمه بس اسمه. المنتقم. المنتقم. المنتقم بس إلى الآن ما ثبتنا على الاسم يعني. ولا بدنا نصور ولا شيء. ما بدنا نصور ولا شيء. متى متى تبدون؟ المقرر الإجازة. الإجازة هذه. حلو. لكن بعض الشباب بيسافرون كذا فممكن أول أسبوع الإجازة نبدأ تصوير إن شاء الله. حلو. فيلم فيلم كم مدة تقريبا؟ تقريبا 20 دقيقة. يعني طويل شوي. وين بينزل في قناتك؟ لا بسوي قناة خاصة. بسير أفلام لكم. بس مثلا القناة الخاصة هذه متى ما شفنا نفسنا إنه نزل هذا الفيلم. في ردود. متى سمعنا نسوي إن فيلم قصير كذا كويس. لا شفنا ردود مثلا فعل إيجابية على الناس والله حبت اللي نسويه فجبنا فكرة ثانية سوينا فيلم ثاني. ما في مشكلة يعني. حلو. المواضيع اللي تطرحها في فيديوهاتك في اليوتيوب. على اي اساس تجيب الموضوع؟ هل تجيبه كلها من الاجانب يعني كل مقاطعك ولا في اشياء تجيك انت؟ لا في اشياء انا وليه تحط بعد بالعربي والانجليزي كل الموضوع العربي والانجليزي؟ يساعد انه يشتري اكثر ممكن. ترى هذا الشيء ما ادري كذا انا اشوف البرامج الكبيره تسوي زي كذا انا اسوي زي كذا. لا عشان يبين لك مثلا اذا كان هو تاج عرفت اذا كان مثلا في شيء اسمه تاج مثلا بست فريند تاج اختبار افضل صديق يحط بست فريند تاج عشان يبين للناس انه هذا هو الشيء اللي انا قاعد اسويه. جميل. عرفت اللي مقتبس من الاجانب زي كذا. التحديات عطنا التحديات اللي سويتها. سويت انا مقطعين تحديات. سويت تحدي حق البيض اللبن وعبات مريان. عذايه مريان. عطنا فكره التحديات هذه. وش انا كتبت نزلت مقطع من انستغرام يعني وش فكره وش هذا وش بيت مريان هذا وش عبايه مريان؟ لا واحد هو واحد قال لي البس عبايه واطلع بالشارع فانا قمت استهبل اقول عبايه مريان. انت شفت المقطع حق عبايه مريان؟ مقطع انتشر واحده لابسه تقول هذا عبايه مريان زي كذا فقمت انا بشكل يعني ساخر يعني ساخر او زي كذا. حلو. الناس بالشارع ما قاعدوا يشوفونك وش بذا؟ كان شارع فاضي. كان شارع فاضي كان ظهر ما كان في احد عشان كذا اختار الوقت. عرفت كيف؟ حلو. كان يوم إجازة وزي كذا. حلو. خلنا نتكلم عن موضوع السيلفي. سيلفي. الحين في أغنية طلعت في سيلفي اسمها. حلو. يعني اشتهرت سيلفي واجد. وش الفكرة؟ فكرة تمسك كاميرا سيلفي. طب ليه اشتهر الموضوع؟ من وين اشتهر؟ من وين بدأ؟ اشتهر. أنا ما قبل يومين توني أعرف. حلو. أنت عارف كل شيء سولف معك. أنت عارف الموضوع. اشتهر من حفل الأوسكار أتوقع. إيه. فبعد السيلفي ذاك. اشتهر بشكل واجد حتى بالتويتر 4 مليون تويت يعني شيء خرافي وصل قروا شيء فوصل شيء كبير السيلفي هذا فيا حلو طب خلونا ناخذ سيلفي الحين يلا اول سيلفي في برنامج يا على الهواء اوكي يعني يلا نزلها في الانستغرام عندي بعد شوي سيلفي على الهواء اول سيلفي في برنامج يا هلا او يمكن فروتانا كلها بعد حلو الهاشتاجات في تويتر هل هي تساعدكم في نشر مقاطعكم يعني لو سويت هاشتاج عن مقطع معين مثلا هاشتاج الاسئله التحديات يصير في كثير ناس غردوا فيه يروح ناس يشوفون يقولون شو السالفه فيروح يدخلوا المقطع هل تساعدكم؟ اي انا سويت هاشتاج اسال حميد قبل فتره وصل ناس ما كانوا يدرون من انا بعد ما شافوا المقاطع حقتي صاروا يعرفوني فالهاشتاج ساعد بشكل كبير اني انا اشتهرت او المقطع حقي صار معروف اكثر. انت كنت قبل شوي تقول لا ما اكيد ما لانه ما جربت اصلا. انا مسمي المقطع تحديات عبد الوهاب هاشتاج بس شكل عرفت كيف؟ يعني ما حطيت بالتويتر لاني سالت لاني اخذت التحديات من انستغرام عرفت كيف؟ لان اول كان متابعيني في التويتر مو كثير فكان انستغرام اكثر. لا الحين بس الحين متابعين تويتر اكثر بس تفاعل بالانستغرام اكثر. تفاعل اكثر بالانستغرام كيف تفاعل اكثر بالانستغرام؟ تنزل لك مقطع بالانستغرام تنزل لك مقطع بالانستغرام تقول مثلا اسالوني تحدوني اي شخص بيحط لايك بشو اسمه بيعلق عرفت كيف؟ بس بتويتر مع كثر التغريدات تنزل تحت ما راح تشوف حلو يعني الانستغرام تشوفون تفاعل فيه اكثر؟ ايه كثير الحين الناس توجهت للانستغرام اكثر يعني الحين هوامير بتويتر سحبوا على تويتر يركزون على انستغرام مساله التبادل وحط صورتي حط صورتك وكذا متابعين كذا فبدوا يتوجهون للانستغرام اكثر لان الانستغرام اكثر تفاعل الناس يعني الناس تحب تشوف صوره ما تبي تتكلم تحب تشوف شو تسوي تصور شو تسوي فاهم فيا بس برضو ما راح نقدر نترك تويتر برضو يعني تويتر شيء له اهميه يعني لازم مقطعك الاخير انا شفته امس كان مقطع عن كواليس وش راح يكون في الفتره الجايه جميله اي انت تحاول بين كل فتره وفتره تنزل كواليس انا في فكره جتني من احد المتابعين يقول لي
انا نظامي اربع حلقات بين الوقوف اسبوع. بالوقوف ذا اسبوع قال لي نزل فيها كواليس اربع مقاطع اللي راحت. حلو. فممكن نسوي هالشيء ذا يعني. ممكن في كل فتره نزل كواليس. حلو. تشوف كيف الواحد ممكن المفروض الواحد يستمر على قناته ولا لا يترك القناه فتره؟ انا اشوف اللي بيسوي قناه بيبدا فيها ما حينجح اذا كان هو واثق بنفسه ما حينجح. ما يهم كلام الناس. انا والله العظيم جاني سب وجاني كلام وجاني حتى من اهلي تحطيم بس الحين مستمر الحمد لله. ما راح يوقفني اي شيء الا اذا انا كنت مثلا خلاص يعني وصلت للشيء اللي ابي مثلا واني وصلت لاخر حد عرف كيف يمكن اني اترك شيء راجع او يمكن يجي ظرف او شيء يخليني اترك. هل وش هدفك الحين؟ هل الشهرة تبغى تشتهر ولا وش؟ ما اقول لك هدفي مو الشهرة اكيد كل واحد يبي يشتهر بس هدفي الرئيسي اني ارسم البسمة على الناس. ارسم البسمة ولا وبعد انقل الصورة يعني كويسة نفسي عرفت كذا يعني مثلا واحد مثلا بيكون عارفني معرفة عادية سطحية عرفت كيف؟ بيقول هذا فلان بثر اكره زي كذا بيشوف اسلوبي بيشوف يعني هو ما قابلني مقابلة شخصية بيشوف اسلوبي بيوتيوب يمكن يحبني من بعد الشيء. حلو. وش الفرق بينكم وبين البرامج؟ فرق كبير. فرق كبير كبير. وش الفرق؟ البرامج عندها حلقات انتم لا مقاطع. احنا مقاطع احنا نركز على العفوية اكثر من المحتوى. ثاني شيء انه والله انا بوقت التصوير يكون عندي اشياء اكتبها انا مثلا في نقاط اكتبها لكن ترى بوقت التصوير يطلع شيء شاطح كذا انا اتكلم اشطح بشيء يقول كويس التصوير. بس لا البرامج لا لازم تجيب نفس هذا. بعدين مساله البرامج عندهم ناس في ناس من وراء الكاميرا. طب ما اتوقع انه انت لو كان عندك ورشه كتابه والناس يكتبون لك وناس يصورون لك وواحد يسوي لك المونتاج انت الحين تسوي كل هذه انت لحالك ما اتوقع انه بتصير مقاطعك افضل؟ راح تكون افضل وراح يكون تنتشر بمجمل كبير اللي هو اللي عند الناس مراهقين فوق المراهقين اللي هم فوق 30 سنه 40 سنه فهمت راح يصير اكثر. بس الحين بالقناه حقتي انا مركز على المراهقين الناس اللي هم ثانوي جامعه من جامعه وتحت. فيعني لو بشوف واحد مثلا كبير ما راح الموضوع ما يهمه اصلا. صح. الموضوع انا موجه للمراهقين ما وجهته لك فهذا اللي احس انه شيء ما راح يوسع. هذا الفئه اللي انت تسعف انت نفس الشيء هذا الفئه. ايه انا عرفت اللي حتى كواليس يمكن حتى لو مثلا اكلج بمقطع ما قص اكمل عرفت. صح. حلو. كلمه خيره. احب اشكرك على الاستضافه الجميله صراحه. الله يسلمك. وصراحه استمتعنا بالوقت معك. الله يعطيك العافيه. ايش بعد خلاص يلا هنا. الله يعطيك العافيه. الله يخليك. وان شاء الله يكون عندنا بحيث استضافات اخرى. بحيث. طيب حد الخاب كلمه اخيره. ما بقى شيء ما قال شيء. حلو. الله يعطيكم العافيه شباب. الله يجزاكم خير. الله يسلمك. نورتونا فيها هلا بالشباب. عندنا بعد الفاصل فقرتين بقيت فقره عن الاعلام الرياضي والثانيه عن اكبر نصبه في تويتر الفتره هذه رايف العتيبي. فاصل قصير اجي لكم.